والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني الحث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه، حتى في تقديم عليه له إذا كان يشق عليه أن يقدمهما، أي على صاحب عليه، حتى في إركابه السيارة، حتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك. المهم أن باب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا عنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين صاحبك أخاك. ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه. فإذا قال ما كان العبد في عون أخيه علم أن العون أن عون الله عز وجل كعون الإنسان لأخيه. وما دام هذا اللفظ هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه.